Хәзер сафланабыз Құрбан айды намазын оқымаққа иншалла. Сафларына тигізлейбіз, һәм арада бош орындар қалдырайық. Илахи ният қылдым. Аллах ризалығы үшін ваджиб тәкбирләре белән 2 рәкәгать Құрбан айды намазын үтәмәккә Yüzümünü yöneldirdim kıbla tarafına. Size itez uydum şu imam gadir. Halisen lillahi teala. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله
Аллаху акбар. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Аллаху акбар. Аллаху акбар. بأوصافه جلال والجمال وأنشأ بقدرته سحاب الثقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من تحير في كنه ذاته العقول والأفحام وعجز عن الإدراك صفاته الراسخون الأعلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان من أكرم عباده المؤمنين بشهور الأيام من فصال وأوجب في هذه الأيام على الأغنياء الحج والطواف بالبيت الله المكرم عند الكبير المعتدل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
ولم يكن له ولي من ذلي وكبره تكبيرا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة واضحة بالبراهين والأدلة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شفيع العصاة في يوم الجزاء بأمر الله الكريم المتعال اسمه في الأرض محمد وفي السماء أحمد وظهوره رحمة وشريعته ناصحة لجميع الأديان في جميع الأقوال والأفعال صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه مصيفين بأحسان الأخلاق وأدياب الأحوال خصوصا منهم على الإمام الحمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين وإمام المتقين أبي بكر الصديق سابق في صدق وأصداق الأفعال وعلى الإمام الحمام أعدال الصحابة وأكرامهم أمير المؤمنين وإمام المتقين عمر الفاروق بين الحلال والحرام وعلى الإمام الحمام أحلام الصحابة وأوراعهم أمير المؤمنين وإمام المتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع كلام الله العزيز المتعال وعلى الإمام الحمام أشجع الصحابة وغيارهم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي رضي وفي قاهر أعداء الله بضرب والقتال وعلى الإمامين الحمامين شريفين شاهدين بالبلاء الصابرين وبالقضاء راضيين وهما سيد الأهل الجنة في الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى عمي رسول الجن والإنس متحرين حمزة والعباس أيها الناس اعلموا أن يومكم هذا يوم شريف وعيد لطيف للحواس والعوام يوم عظيم قدره للأنام عظموا هذا اليوم بالأنعام والإحسان وإيصال الأرحام إن الله تبارك وتعالى أوجب علينا النهر بقوله وانحر وأمر خليله بذبح ولاده الأشحر وأفدي بكبش من الجنة بواسطة الملاك المكرر ولا يجب على الفقير على القول المعتبر ضحوا عن أدياب أموالكم وعظموها إمثالا لأمر رسول الله المكرر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على صراط متاياكم وأن الله تعالى أوجب علينا تكبير التشريك عقب الفرض من الفجر يوم العرفة إلى آخر أيام التشريك بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم واستغفروا الله العفار لي ولكم ولسائر الجماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع العليم السميع الدعاء الحمد
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد قعد وقام صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكتك المكرمين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واخشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت مجيب الدعوات.